السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم وأرحب بأستاذنا المهندس مواضي محمد. هو ما شاء الله خبرة أكثر من 20 سنة في الخبرة الأكاديمية والممارسة في مجال الهندسة المعمارية، وخصوصا في مجال التصميم البيئي للمباني. هو مستشار معماري ومستشار ليد جرين أسيت ومدرب معتمد للتعليم من أجل التنمية المستدامة الـ ESD، ويعمل حاليا أستاذ ومدير لمركز أبحاث المباني الذكية بجامعة عفت بجدة، ولديه عشرات المنشورات في المجالات الدولية والكتب والأوراق الخاصة بالمطبوعات. فرحب بشمس ماضي، وإن شاء الله يعني محاضرة قوية بإذن الله. ألف شكر لك أستاذ. شكرا جزيلا للتقديم، وشكرا للسادة الحضور، وإن شاء الله يا رب تكون محاضرة النهاردة خفيفة وكويسة ومفيدة للجميع. أحب أقول بس قبل ما أبدأ المحاضرة إن هو المحاضرة تعتبر في صورة نقدية لبعض الحاجات في الجرين أركتكتشر والجرين ريتنج سيستم اللي هي أنظمة التقييم للمباني الخضراء. ففي بعض الآراء تعتبر آراء شخصية من خلال خبرتي الأكاديمية والعملية، وطبعا برحب بأي نقاش حول النقط دي إن شاء الله. المحاضرة بعنوان Green Building Rating System Theory versus Practice، أو الأنظمة تقييم المباني الخضراء ما بين النظرية والتطبيق. المحتويات بتاع المحاضرة النهاردة هيكون في جزء صغير في الأول زي سيرفي، طبعا هنعمله سريعا مع بعض علشان نعرف نعمل ايدنتيفاينج للجرين اركتكتشر، تعريف للجرين اركتكتشر الحقيقي. هنتكلم عن الاسباب سريعا والطريقه اللي ممكن المهندس المعماري او المهندسين ان جنرال يقدروا يطبقوا الجرين اركتكتشر كونسبت. وبعدين الجزء الاساسي في المحاضره هو ان احنا هنشوف تطبيق على حاله من حالات الدراسه او حاله عمليه عملنا فيها نظام تقييم للمباني الخضراء وخد شهادة معتمدة. الأول عايز أمشي معاكم كده سريعا في أنواع مختلفة للـ different styles والـ approaches في المباني. عندنا طبعا عشرات المسميات والترمز المختلفة، منهم الـ vernacular architecture، البوست مودرن اركتكتشر، والديكونستراكشن، الايكو اركتكتشر، الجرين اللي هو موضوعنا النهارده، والليت مودرن، والتراديشنال. هعرض لحضراتكم بعض الصور، وكل واحد منكم يحاول يعرف هي الصور دي تبع انه ستايل او ابروتش او ثيري، نظريه من النظريات اللي قدامكم دي. وبعدين هنقول الاجابه فتقدر تعرف انت كنت فاهم الابروتش ده أو النظرية بطريقة صحيحة ولا غلط، وده هيفيدنا كتير في تعريف الجرين أركتكتشر، لأن للأسف تعريف الجرين أركتكتشر وخاصة في البلاد العربية فيه خلط كتير جدا. الصور دي طبعا للفيرناكلر أركتكتشر اللي هي العمارة اللي تنتمي للمكان وبتستعمل المواد المحلية في نفس المكان. الصور دي يا ترى بتمثل انهو نظريه من النظريات ديت؟ طبعا انا بديكم وقت في كل صور بس عشان تلحقوا تفكروا مع نفسكم، وبعدين بقول لكم الستايل اللي هو اقرب ما يكون. وهنا طبعا احنا بنتكلم على التراديشنال اركتكتشر، والتراديشنال اركتكتشر برضه في خلط بينها وبين الفيرناكلر اركتكتشر، لكن زي ما شفنا في الصور التراديشنال اركتكتشر هو العماره اللي بتعتمد على اساليب واستراتيجيات المكان وليست على المواد الموجوده في المكان. الصوره دي مثلا يا ترى لانهي نظريه او ابروتش في العماره؟ دي للليت مودرن اركتكتشر، وطبعا الليت مودرنزم او الليت مودرن اركتكتشر بيتميز عن المودرن اركتكتشر، او مش بيتميز كميزه نسبيه ولكن ك يعني بعض اشكاله، ان هو ظهر فيه التول بيلدينج وظهر فيه الهاي تك ماتيريال زي الستيل كونستراكشن والكيرتن وولز والجليزنج وما الى ذلك. هنا طبعا دي صور واضحه لعماره مشهوره تم رفضها من فتره كبيره جدا اللي هي
الديكونستراكشن، ظهرت في فترة من الفترات، وبعدين ناس كتيرة يعني كانوا ضدها وضد الفكرة ده، لأنه فكرة هادم مش فكر بناء، وخلاص يعني اللي عمل بيه قليل جدا دلوقتي، اللي هو الديكونستراكشن اركتكتشر. هنا الصورة دي برضو لستايل تاني أو لأبروتش تاني، واللي هو الإيكو أركتكتشر. والإيكو أركتكتشر زي البايو أركتكتشر بيعتمد على الانتجريشن ما بين البيلت انفايرمنت والناتشرال انفايرمنت، ما بين البيئة الطبيعية والبيئة المادية. فهنشوف هنا الشجرة اللي طالعة في وسط البيت ديت، دي هنا في تداخل حقيقي مع البيئة الطبيعية، عشان كده ده بيبقى إيكو أركتكتشر. الصور دي بقى احنا مش بقى عندنا غير البوست مودرنزم وباقي الجرين، يا ترى الصور ديت للجرين اركتكتشر ولا البوست مودرنزم؟ يعني انا مش قادر طبعا للاسف اشوف اجاباتكم، لكن اتوقع زي ما بيحصل دايما في المحاضرات بتاعت اللي زي كده، ان معظم المهندسين او الناس بيختاروا الجرين اركتكتشر لانه شايف جرين كتير. وده هنا الهدف من السيرفي الصغير اللي احنا عملناه ده، ده بوست مودرن اركتكتشر، بوست مودرنزم. هنا في البوست مودرنزم لما جه بعد الليت مودرنزم في الهيستوري اوف ثيوري، حابوا يحلوا المشاكل اللي كانت اتوجدت في الليت مودرنزم، فحلوها عن طريق ان هم يزودوا الفيجيتيشن. طيب امال الجرين اركتكتشر يبقى ايه؟ الجرين اركتكتشر ملوش شكل محدد، كل الصور اللي قدامنا دي جرين اركتكتشر. الجرين اركتكتشر مش ستايل، ما اقدرش احكم على شكل المبنى ان ده جرين اركتكتشر. ممكن مبنى ما يبقاش فيه جرين خالص ويبقى اركتكتشر، وممكن مبنى يبقى فيه جرين يبقى اجينست الاركتكتشر، الجرين اركتكتشر ستايل او ابروتش. يعني ممكن مبنى ازرعه في مدينه زي جده مثلا، مدينه نسبه الرطوبه فيها عاليه، لما ازرع حواليه زرع كتير وجراس كتير، ده يبقى ضد فكره الجرين اركتكتشر نهائيا. علشان كده التعريف الرئيسي بتاع الجرين اركتكتشر بيزد على كل المؤسسات العالميه زي اليو اس جي بي سي اللي هو اليونايتد ستيت جرين بيلدينج كونسل، الاي اي اي امريكان انستيتيوت فور اركتكتس، الاشري اللي هو الامريكان شارتر هيريتج ريفريجريتنج اند اير كونديشننج انجينيرنج، وزيبزي شارتر انستيتيوت اوف بريتش سيرفيسز انجينيرنج في اليو كي. كلهم بيعرفوه على ان الجرين اركتكتشر is an approach to building that minimizes harmful effects on human health and the environment. يبقى احنا القاعدة الأساسية عندنا اللي احنا بنحكم بيها على الجرين أركتكتشر أو الجرين بيلدينج، أي مبنى بيقلل التأثيرات الضارة على حياة الإنسان وصحته على الـ environment، على الطبيعة أو البيئة الطبيعية، إذا ده بيعتبر جرين بيلدينج، مبنى أخضر. عشان كده ممكن ياخد اي شكل، المهم يحقق ان هو يقلل الاضرار على صحة الانسان وعلى البيئة. هو ده الخلط للأسف اللي عند ناس كتيرة من المهتمين بالعمارة الخضراء، انه بيعتبر ان العمارة الخضراء هي مجرد اكسسوارز او مجرد شوية زرع او فيجيتيشن او لون اخضر. هو ديفينتلي عكس ده تماما. ليه احنا لازم نهتم بالمفهوم الحقيقي للجرين اركتكتشر؟ طبعا مش هطول هنا، كلكم عارفين التاثيرات الضاره للمباني في العالم، وعايز اعرفكم بس اقول لكم على حاجه. التاثيرات الضاره اللي بتعلن دايما في البلاد المتقدمه اللي معمول لها احصائيات دي تعتبر الربع او الثلث من عندنا. يعني لما يقول لك هنا مثلا ان البيلدينجز بتستخدم من 25 ل 40% اوف اول انرجي يوز، ده في مثلا في اليو اس اي. ليه؟ لأن عندهم هناك استعمالات كتيرة للطاقة، ده عندهم هيفي اندستري، عندهم صناعات ثقيلة، عندهم استخدامات ثقيلة للإنرجي، عشان كده المباني بتمثل بس من 25 ل 40%. لما نيجي نقيس ده على بلادنا العربية أو الميدل إيست، ممكن تلاقي إن استخدام المباني للإنرجي يفوق ال 70 وال 80%. وكذلك في الويست جنريشن، في الجرين هاوس إفكت، أو في الووتر كونسامبشن. طبعا المشاكل العالميه اللي احنا بنواجهها زي الجلوبال وورمنج والجرين هاوس جازز والكربون دايوكسيد ايميشن بكل والنيتروس اكسيد والميثان، السي رايز ليفل اللي هو ارتفاع سطح المياه في البحار، وذوبان الثلج في نقطتي القطب الشمالي والجنوبي،
وفي الجزر الشمالية القطبية والجنوبية، كل دي من المخاطر اللي بتهدد حياتنا النهاردة وبتهدد الكرة الأرضية. الإيربن هيت آيلاند كواحد من أهم الفينومينز أو الظواهر الطبيعية اللي ابتدت تظهر دلوقتي في العالم، وخاصة في المدن المتكدسة أو المتزاحمة، وده بيأثر طبعا سلبا على كل المشاكل اللي سبق ذكرها زي الجلوبال وورمنج وزي الجرين هاوس إفكت. أخطرهم على الإطلاق كلنا بنعاني منه، ولكن وإحنا مش عارفين إن السبب هو المبنى، وهو السيك بيلدينج سيندروم، أعراض المباني المريضة. وبالطبع المباني لا تكون مريضة وإنما ساكنها هو المريض. إحنا كلنا بنعاني من السيندرومز أو اللي ظاهرة قدامنا دي، ده الأي أور ثروت إريتيشن، الهيدك، الفاتيجيل، التعب والإرهاق، الديفيكولتي إن كونسنتريشن، قلة التركيز، الديفيكولتي إن بريذنج حتى عدم القدرة على التنفس بشكل كامل، النيوزية والفيلينج سيك. كلنا بنعاني من الأمراض ديت في المباني بتاعتنا بسبب تصميمها الخاطئ، إما مباني لا يدخلها الضوء الطبيعي، دي مشكلة كبيرة، أو بالنسبة الكبيرة مباني ما فيهاش أي نوع من الكروس فنتليشن والريفريشنج للإير سيركليشن، ما فيش تغيير للهواء. من المعروف عالميا إن كل إنسان يحتاج 3 لتر من الأكسجين كل ثانية، فتخيل في المباني المكيفة كاملا بالاير كونديشننج سيستم، احنا طبعا ما بنقدرش نحصل على كمية الاكسجين ديت المطلوبة. عشان كده من الاكواد والستاندرز العالمية ان بحلول 2050 ما فيش اي مبنى يبقى مشغل اير كونديشننج العادية بالاجهزة التبريد المعتادة القديمة اللي هي ما بتعملش دورة للهواء داخل المباني، كله هيكون اتغير. طبعا جرايدنا ومجلات كلها من سنين طويله بتتكلم عن مشاكل الطاقه ومشاكل المياه في البلاد العربيه، وخاصه هنا في السعوديه، لان ما عندناش اي مصدر للمياه الطبيعيه، ولكن لا حياه لمن تنادي بالنسبه للمعماريين والمهندسين. ما زلنا بنستخدم او بنصمم مباني تستهلك اكبر قدر من الطاقه واكبر قدر من كميات المياه المحلاه صناعيا عن طريق محطات التحليه، واللي بتكلف الدول تكلفة كبيرة جدا. عايزين نقول ان الديزاين ابروتشز، لان في بعض الناس بتعتقد ان الجرين اركتكتشر النهارده از اوبشنال، انا ممكن اعمل جرين وممكن ما اعملش، يقول لك انا بعمل المشروع بتاعي جرين از ان اوبشن. انا في رايي الشخصي ات از نوت ان اوبشن اني مور، الجرين اركتكتشر از ا ماست. اذروايز ايه هي البدائل للجرين اركتكتشر؟ هل ممكن نعمل حاجه اسمها جراي اركتكتشر عن طريق ان احنا نسيب نصمم من غير اعتبارات للبيئه الطبيعيه والبيئه الماديه، ونسيب حد غيرنا يدور على حل المشاكل؟ ولا هل نعمل ابروتش تاني ونسميه بلاك اركتكتشر، ونعمل فيه ماكسمايزنج للهارمفول افكت؟ اذا كان تعريف الجرين اركتكتشر هو المينمايزنج للهارمفول افكت، تقليل الاضرار على صحه الانسان، يبقى اي ابروتش تاني غير الجرين اركتكتشر هيبقى الهدف منه ان هو يزيد الاضرار. هل انا كمعماري او كمهندس اقدر ادعي ان انا هصمم مبنى ليزيد الاضرار على صحه الانسان، او هصمم مبنى ان هو لا يتعامل مع هذه الاضرار نهائيا؟ فانا في وجهه نظر الشخصي ان مفيش حاجه ينفع اسميها جري اركتكتشر او بلاك اركتكتشر، there is no any solution but the green architecture. ولكن السؤال الاهم اللي دايما بيواجهنا، ماشي احنا بنسمع كتير عن اهميه الجرين اركتكتشر والسستينابيلتي وكل الابروتشز اللي برو هيومن هيلث وناتشرال انفايرمنت، لكن نقدر نعمل ايه؟ المهندسين والمعماريين يقدروا يعملوا ايه؟ ببساطه شديده انا هعرض عليكم سلايد واحده من محاضره لواحد لمعماري مشهور اسمه سايمون اونيون، هو استاذ وكاتب ليه مؤلفات عديده، كان بيتكلم في كتاب من الكتب دي عن حاجه اسمها sense of the place. وفي المحاضره دي كان بيديها في كارد في اليوكي، وقال في بدايتها ان لو تخيلنا الطفل ده اللي قاعد على الرمله هنا وهو بيرسم الدايره دي، يا ترى هو بيرسم الدايره دي ليه؟ ايه السبب؟ كمهندسين او كمعماريين او كمختصين بالمجال، ايه الاحساس اللي عند الطفل دوت اللي بيخليه يرسم دايره حواليه؟ الإجابة طبعا باختصار هو sense of the place. ممكن حد يفكر يقول إن هو البرايفسي، وده صح، الطفل ده عايز يدي لنفسه برايفسي، عايز يحس بالسراوندنج، عايز يحس بالمكان اللي هو خاص بيه،
عايز احتياجاته، هو محتاج يحس بالليميتيشن في السبيس اللي هو قاعد فيه. The sense of the place and the primitive design skills are inherited inside each human being. ودي كانت الخلاصة من السلايد دي، انه كان عايز يقول ان كل انسان بطبيعته عنده الاحساس دوت، ويقدر يوفر لنفسه البيئة المناسبة. لما بندرس علم الاركتكتشر او علم الانجينيرينج، المفروض ان ده يزيد عندنا ما يقلش. هنرد لكم دلوقتي صورة لأسرة قاعدة على البحر. الأسرة دي خدت كل الاعتبارات اللي ممكن يعتبرها الإنسان للسنس اوف ذا بليس، من غير ما يدرسوا عمارة ولا يدرسوا انجينيرنج. لو عملنا اناليسيس سريع للمكان اللي هم قاعدين فيه، هنلاقي ان هم طبعا اهتموا جدا بالفيو، لان هم قاعدين يروحوا قدام البحر فمهتمين بالفيو. فتحوا المبنى بتاعهم او المنشأ بتاعهم اللي عملوه دوت المؤقت من ناحية البحر. وفروا لنفسهم شيدنج ديفايسز علشان يقدروا يحموا نفسهم من أشعة الشمس الشديدة. حطوا لنفسهم التنت ديت عشان توفر لهم البرايفسي وشيد في نفس الوقت، وتحميهم كمان من الستورم ويند اللي جايه من الاتجاه الثاني اللي ممكن تبقى محمله بالرمل او الاتربه. حطوا تو بارتيشنز او فنسز يمين وشمال برضو عشان البرايفسي والبروتكشن. انا وانا بدرس لطلابي في اقسام العماره او في كليات العماره، بقول لهم احنا لو قدرنا بعد 5 سنين الدراسه نوصل للمرحله دي اللي هي عند الناس العاديه اللي ما درستش، نبقى اتعلمنا حاجات كويسه جدا. لكن للاسف اللي بنشوفه في مشاريع الطلبه ومشاريع حتى اللي موجوده في البراكتس، ان في بعض المشاريع ما بتاخدش في اعتبارها معظم العوامل دي، او في بعض الاحيان كلها. ازاي الانجينيرز يقدروا يحققوا الجرين اركتكتشر؟ طبعا اول حاجه واهم حاجه، وهي دلوقتي باي ذا واي في معظم الريتنج سيستم اصبحت نقطه لا عوض عنها، بيسموها بري ريكويزيت، اللي هو الديزاين انتجريتيف سيستم. الديزاين انتجريتيف سيستم او الكومبريهنسيف ديزاين ابروتش، اللي هو التصميم الشامل. احنا النهارده من اول يوم في اي مشروع كبير، كل الستيك هولدر بتوع المشروع بدايه من المالك ونهايه حتى بالاكسبكتد تيننت او الاكسبكتد كلاينتس، الناس اللي هتشتري او هتأجر المكان ده بعد كده في المستقبل، بيبقوا مشتركين من اول يوم في وضع الديزاين. طبعا اذا كانت الاكسبكتد تيننت هيبقى موجود، فالكونتراكتورز موجودين، المقاولين، المهندسين، المعماريين، البيلدنج اوبريتور، السيفل انجينير، الالكتريكال، الانرجي اكسبرت، الكوميشننج ايجنت، كل الناس لازم بتبقى موجوده في المشاريع النهارده من اول يوم عشان يقدروا يحطوا مع بعض الكونسبت بتاع الديزاين. الهدف طول عمره ثابت من ايام فيتريفيان لما عمل موديل سماه فيتريفيان موديل اوف انفايرمنت، وعمل علاقه ما بين الكلايمت والكومفورت والاركتكتشر، وان العلاقه دي الانترسكشن ما بينها والاوفرلابنج هو اللي يقدر يطلع لي مبنى صالح للانسان. ده اللي خلى واحد من البايونيرز في الفيلد اللي هو الانفايرمنتال ديزاين اوف بيلدينج اسمه بريتش جوفوني. بريتش جوفوني ده بيدرس في للاسف في تل ابيب، بس هو عالم كبير جدا وليه مراجع مشهوره. درس باتشلر اوف اركتكتشر، وبعدين درس ماستر اوف ميديسن طب، خد ماجستير في الطب، وبعدين خد البي اتش دي في الانفايرمنتال عشان يجمع ما بين الثلاثه دول اللي هم مهمين جدا. ازاي يوفر الراحه للانسان، ازاي يبني المبنى، وازاي يعتبر الكلايمت والكونتكست وكل السراوندنج في الاعتبار. النهارده هو من اشهر الكتاب، الكتب بتاعته بتتباع باسعار كبيره جدا. عندنا دايما في تصميم المباني تو ابروتشز عشان نحقق الراحه داخل المباني، سواء كانت راحه حراريه او بصريه او صوتيه. التو ابروتشز هما الباسيف سيستمز والاكتيف سيستمز. الاكتيف سيستمز طبعا كلنا عارفينه، باستخدام الادوات واستخدام الكهرباء والالكتروميكانيكال مينز زي الاير كونديشننج سيستم اند سو اون.
هو الباسيف سيستمز اللي هو بيعتمد على العوامل الطبيعيه والقوى الطبيعيه زي قوى الشمس والرياح والهواء بدون الاخذ في الاعتبار او بدون الاعتماد على الالكترو ميكانيكال مينز. طبعا مش معنى كده ان احنا هنرجع لحياه الانسان البدائي ونبطل استخدام كهرباء، ولكن لا، اللي بندعو اليه دايما ان احنا نبذل قصارى جهدنا في تصميم المبنى وتوفير الراحه الحراريه والصوتيه البصريه للانسان اللي بيسموهم الفيزيكال كومفورت فاكتور للانسان، ولما نوصل للماكسيمم ذات وي كان ريتش نبدا بعد كده نضيف العوامل الصناعيه زي استخدام الاير كونديشننج سيستم. يبقى بدل ما استخدم الاير كونديشننج 24 ساعه في اليوم، لو صممت المبنى صح باسيفلي اقدر استخدمه بس 12 ساعه، فانا بقلل استخدام الطاقه في المباني. وده طبعا الهدف الرئيسي اللي كل الناس في العالم النهارده بتقيس بيه مدى نجاح المباني من ناحيه الجرين اركتكتشر. طبعا جرين بيلدينج كان ريديوس السوليد ويست ب 70% والووتر يوز ب 40% والسي او 2 اميشنز من 33 ل 39% والانرجي يوز من 24 ل 50%. وزي ما قلت في الاول كل الريدكشن برسنتجز ديت ده في البلاد اللي هي الادفانسد كانتريز ده اليو اس اي واليوروبيان كانتريز. لو احنا طبقنا النسب دي عندنا هنلاقي ان احنا لو صممنا المباني صح في بلادنا هنوفر طاقه تصل الى 80% من الطاقه المستخدمه. في 1982 في صمت زي الكونفرنس كده اجتماع عالمي كان اتعمل في ريو دي جانيرو في البرازيل، ده كان اول مؤتمر عالمي يتكلموا فيه على السستينابيلتي. الترم سستينابيلتي نفسه اتوجد في السنه دي، طلع في السنه دي 1982، وبعدين بداوا الناس يستخدموه ويتكلموا عنه ازاي حققوا السستينابيلتي، وبعدين ابتدت كل جامعات العالم وكل الانستتيوشنز يحاولوا يعملوا بيرسوناليزنج زي شخصنه للموضوع لنفسهم، فابتدوا يطلعوا ابروتشز كتيره زي الايكو فريندلي اركتكتشر وزي الجرين اركتكتشر اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، كلهم في النهايه بيهدفوا لهدف عام واحد وهو تقليل الاضرار على صحه الانسان وعلى البيئه الطبيعيه وتوفير الطاقه. بناء على كده ظهرت الجرين ريتنج سيستمز في العالم كله، بدايه كان اول حاجه البريم في اليوكي، وبعدين بدا الليد في امريكا، وعندنا الجرين ستار في استراليا، عندنا كاسبي في اليابان، عندنا تي بي ار اس في مصر النهارده، عندنا الجي ساس في قطر، عندنا استدامه وبيرل 1 و2 في الامارات، الانرجي بلس في امريكا، كتير جدا. عندنا النهارده في مستدام في السعوديه، اخيرا في كود للمباني الخضراء في السعوديه، وهكذا كل الدول. عندنا ليد لانديا، كل الدول في العالم ابتدى يبقى عندها الجرين ريتنج سيستم بتاعها. الخريطه دي من اشري بس قديمه شويه. الخريطه دي انا حدثتها في كتاب ليا بعنوان جرين بيلدينج ريتنج سيستم از سستينابيلتي اسسمنت تول، وضفت عليها بعض الحاجات اللي موجوده النهارده في العالم العربي وفي الميدل ايست وفي العالم، وفي اكتر من كده. في بعض منها بيتارجت المباني، في بعض منها بيهدف لتوفير التصميم البيئي الاخضر للاربن كونتكست. النهارده هنتكلم عن واحد منهم وهو الليد. وليه الليد؟ مش عشان هو افضلهم او هو يعني ليه ميزه نسبيه عنهم، ولكن الليد هم الامريكان قدروا يخلوه يشتغل على المستوى المحلي والانترناشونال عشان اهداف منها اقتصاديه ومنها اهداف مختلفه. كل الريتنج سيستم المعموله في العالم هي لوكال، يعني لما اعمل ريتنج سيستم للسعوديه مستدام ما ينفعش اطبقه في بلد ثانيه، ما ينفعش اطبقه في اليونان، لان هو المفروض ان هو بيتعامل مع البيئه المحليه. ولكن هم الامريكان شطار جدا، لما عملوا الليد ضافوا 10 نقاط للريجنال بريوريتي وللانوفيشن، وخلوا الناس يعرفوا يستخدموه وياخدوا شهادات ويدوهم شهادات ويشتغلوا بيه. الكيس ستادي اللي هتكلم عليها النهارده احنا عملناها في 2013، خدت الشهاده في 2013، فكنا شغالين على فيرجن 3 اللي هو كان فيه 5 كاتيجوريز، 5 حاجات رئيسيه: السستينبل سايت،
water efficiency, energy and atmosphere, material and resources, indoor environmental quality, والتين كريدتس اللي بقول لكم عليهم اللي هم البونص innovation and design وريجنال priority. تقول لي يا عم انا ما اقدرش اطبق الليد عندي في مصر لان عندي المناخ مختلف وعندي الاعتبارات مختلفه، يقول لك اعمل ريجنال priorities واعمل innovation and design يتناسب مع الريجن بتاعك ونديك 10 نقط زياده. اسلوب طبعا كوميرشال تجاري ان هم يقدروا يستخدموا الليد بتاعهم في الاماكن المختلفه. فيرجن 4.1 دلوقتي اضافوا على الخمسه دول حاجه ثانيه اسمها لوكيشن لينكج سستينبل سايت زي ما هي الووتر افشنسي الانرجي اتموسفير ماتيريال ريسورسز والاندور انفايرمنتال كواليتي وبعدين الاويرنس اند اديوكيشن والانوفيشن اند ديزاين. طبعا الليد علشان الفكر التوسعه بتاعه ان هو يبقى بيشتغل في كل العالم وان هو ابتدوا يشتغلوا عليه انتنسيفلي من ساعه ما بداوا فيه، عملوا النهارده ليد تقريبا لكل انواع المباني وكل انواع الاستخدامات عكس كل ريتنج سيستم الثانيه. يعني مثلا جي بي ار اس في مصر ما زال النيو كونستراكشن بس. هنا عندنا عملوا حتى للمباني حسب الوظيفه، يعني في ليد فور هومز، في ليد فور كوميرشال انتيريورز، ليد فور كورنشيل للمبنى من غير ما يتم تشطيبه، ده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. للنيو كونستراكشن، للسكولز، للريتيل، للهيلث كير، حتى للنيبرهود ديفلوبمنت وللكامبس ديزاين لو عندك مجموعه من المباني مع بعض في مكان واحد ليها ليد مختص بيها. انا عن نفسي بحب الريتنج سيستم جدا لسبب غير ان انا اطبقه على الكيس ستاديز، ان انا اتعلم منه في اثناء التصميم بدل ما اقعد افكر هعمل ايه وما اعملش ايه للمبنى بتاعي عشان يبقى صديق للبيئه. الريتنج سيستمز دي عالميا في يعني عدد رهيب من الاكسبرتس والاكاديميين والبراكتيشنرز اشتركوا مع بعض عشان يلخصوا النقاط اللي انت لو مشيت عليها ستيب باي ستيب تقدر تطلع مبنى صديق للبيئه. فهو كمادة تعليمية عشان كده كل نوع من الأنواع دي ليه حاجة اسمها جايد وليه بوك بيبقى عندك وبتنفذ اللي فيه علشان توصل في الآخر للمبنى الصديق للبيئة. الكيس ستادي اللي هنتكلم عليها النهاردة هي كان اسمها نيو كايرو بيزنس هاب في الشارع 90 في القاهرة الجديدة، وحاليا هو بنك عودة. المشروع ده كان 7123 متر مربع بيلت اب اريا، والجروس فلور اريا كانت 33250، عباره عن 3 ادوار اندر جراوند ودور جراوند و6 تيبيكال فلورز. المشروع ده متصمم بمكتب اي بي جي، والمكتب بتاع ديزاين فور جنرال كونسلتيشن كان هو المسؤول عن الدراسات البيئيه وعن اعتماد المبنى من ناحيه الليد. ده البيزمنت اللي هو مستخدم واحد منه كومبليتلي باركينج اوتوميتد باركينج، وهنا على اليمين السايت بلان. المشروع ده خد بلاتينيوم سيرتيفيكت اللي هي اعلى شهاده في شهادات الليد. شهادات الليد 4 بتبدا بالسيرتيفايد وبعدين السيلفر وبعدين الجولدن واعلاهم البلاتينيوم. خد 82 نقطة اوت اوف 110، طبعا هو اوت اوف 100، ال 10 دي اللي هي البونص، وده خدها في الديزاين فيز في مرحلة التصميم لكورانشيل. دي الشهادة اللي خدها از بري سيرتيفيكيشن اثناء بعد مرحلة التصميم ما خلصت. طبعا احنا مش هنقدر النهارده نتكلم على ال 110 كريدتس في المشروع، احنا اشتغلنا على ال 110 كريدتس اللي نقدر نحققه واللي ما نقدرش نحققه، زي ما شفتوا احنا حققنا 82 نقطة منهم، ولكن أنا هستعرض معاكم سريعا النقاط الأساسية اللي هي كسبتنا الشهادة دي. وكان فيها نوع من انواع الديبيت او الجدال، او ما زال حتى الان ما بين المهندسين والمعماريين في جدال وديبيت في النقط دي. نتكلم هنا عن 5 استراتيجيات
تم استخدامهم في المبنى وكان متصممين وغيرناهم أثناء الانهانسمنت للديزاين عشان ناخد الشهادة. كان في ساوث فاساد كلوز ساوث فاساد تو بلوك ذا سولار بنتريشن، الناحية الجنوبية كان عليها السكرين دي اللي انتم شايفينها، اللي هي كان مقترح ان هي تتغطى بالسولار بانلز عشان تعمل جنريشن للرينوبل انرجي، اعتقادا برضو من كل الناس ان انا لما اعمل في المشروع رينوبل انرجي ده كده ياخد ليد مرتاح. يعني كان عندي لارج اريا اوف سولار بانلز على الواجهه دي، كان عندنا لارج ويندو جليزنج اند اوبننج تو ريسيف اند بريفيلنج ويند فروم ذا نورث، فتحات كبيره. كان عندنا كورت يارد في المشروع، طبعا كورت يارد حاجه باسيفلي كويسه، وكان عندنا جرين اريا اون ذا بيزمنت روف. طبعا البيزمنت الثلاث ادوار بمساحه الموقع كله 7000 متر، بينما المبنى في مساحه صغيره، فباقي السطح بتاع البيزمنت كله كان معمول جرين اريا زي ما احنا شايفين في الصوره الحاليه. هنستعرض مع بعض كل نقطه من النقاط دي ونشوف هي ممكن تاخد كام في حسابات الليد، وتفيدنا قد ايه في المبنى او ما تفيدناش قد ايه في المبنى، وايه كان الحل الصحيح معاها. طبعا هنا بس انا بقول لكم ان احنا قبل ما ناخد اي ديسيجن، قبل ما نعمل اي قرار ليه علاقه بالانفيرومنتال ديزاين اوف بيلدينج، المفروض ان احنا بنعمل ديتيلد كلايماتيكال اناليسيز للماكرو كلايمت والمايكرو كلايمت، الماكرو على مستوى المعلومات المناخيه للمدينه والمايكرو على مستوى السايت نفسه. بنستخدم لازم تولز ادفانسد تولز زي الويذر تول او الكلايمت كونسلتنت او مهوني تيبلز عشان يقترحوا لنا الريكومنديشنز في الديزاين والاساليب المميزه اللي نقدر نستعملها وتحقق لنا كفاءه استخدام الطاقه وتوفير الراحه الحراريه والبصريه للانسان داخل المبنى. هنبدأ بالجرين اريا. وطبعا انا لو سالت معظم الناس، يعني مش هبالغ لو قلت ازيد من 90% من المهندسين العاملين في القطاع، لو سالتهم لو جبت مبنى وعملته جرين اريا فوق وتحت وعلى السقف وفي السايت، هيقول لك دي حاجه محترمه جدا وحلوه جدا وهتحقق نقاط كتير في الليل. طيب تعال نبص عليها، هنشوف facts of saving water. في كاتيجوري كامله اللي هي الووتر افشنسي، دي عليها 11 نقطه. اول حاجه فيها بريكويزيت، البريكويزيت في شهادات الريتنج سيستمز ات از ا ماست، لو ما اتحققتش الكاتيجوري كلها تروح. لازم احقق 20% ريدكشن في الووتر يوز، في استخدام الميه، اذروايز خلاص الكاتيجوري دي بتروح مني. فيبقى اول حاجه لازم احقق ريدكشن بنسبه 20%، وبعدين لو عملت ووتر افيشنت لاندسكيبنج اخد من النقطتين الاربعه، واخد نقطتين تاني زياده لو عملت ريدكشن في استخدام الميه ل 50%. ولو ما استخدمتش النو بوتابل ووتر اللي هي الدرينكينج ووتر للاريجيشن اخد اربع نقط، يعني استخدم جري ووتر. ولو عملت انوفيتيف ويست ووتر تكنولوجيز اخد اب تو 2 بوينتس. وعندي في الاخيرا 2 تو 4 بوينتس اللي هو ووتر يوز ريدكشن من 30 ل 40%. الجراس كفر اللي احنا شفناه في الصوره اللي فاتت لسطح البيزمنت ولسطح المبنى ده ديفينتلي هيقلل لي ظاهره الاربن هيت ايلاند اللي هي ظاهره الجزر الحراريه، لان طبعا الجراس هيمتص الحراره ومش هيعمل لها ريليز للسبيسز اللي تحته او اللي جنبه، وده طبعا هيقلل لي الهيت جين فهستفاد منه جدا انفايرومنتال. بات ايه مشكلته بقى؟ مشكلته لما حسبنا الجراس اريا دي لانها 2940 متر مربع، لما حسبنا الريكوايرد ووتر فور اريجيشن للجراس لقيناها 10 لتر لليوم لكل متر مربع، وعندنا كان في 9 شجرات، كل الشجره محتاجين 110 لتر لكل يوم التسعه مع بعض. 8 بالم تريز 8 نخلات، الثمانيه دول محتاجين 220 لتر لليوم. الحساب الكلي للميه دي الاماونت اوف ووتر ريكوايرد ان ديلي بالمتر المكعب كان 32.15.
32 متر مكعب ميه تقريبا، قد استهلاك الميه للشرب داخل المبنى في الوقت ده 7 مرات. يعني انا هيضيع مني ال 11 نقطه بتوع الووتر افشنسي علشان اقلل الهيت جين اللي داخل المبنى عن طريق الجراس والفيجيتيشن. المشكله الثانيه، طبعا كان في نقاشات كثيره مع الشركات، شركه من الشركات قال لك ما احنا مش هنستخدم بوتابل ووتر، احنا ممكن نستخدم جري ووتر. طيب دورنا في الجري ووتر، لقينا ان ال WHO اللي هي منظمه الصحه العالميه بتمنع نهائيا استخدام الجري ووتر في الاماكن اللي هي adjacent للهيومن بينج، يعني تقدر تستخدم الجري ووتر في اي مكان بعيد عن الانسان، لكن المكان اللي الناس بتمشي فيه زي سطح البيزمنت اللي احنا شفناه ده ما ينفعش استخدم فيه جري ووتر، لازم يبقى بوتابل ووتر عشان التنفس وصحه الانسان. طيب كمان الجري ووتر ما ينفعش يستخدم او يعني ليه صعوبات لما بيستخدم مع السبرينكل سيستم اللي هو نظام الرشاش دوت للميه، بيسد الهيدز بتاعته وبيعمل لها مشاكل في المينتنس، ودي ليها تكلفه على اللونج ران كبيره جدا. اذا افضل نظام لاستخدام الجري ووتر في السايتس هو الدروب اريجيشن سيستم اللي هو الري بالتنقيط. الري بالتنقيط غالبا ما ينفعش للجراس وليه مشاكل كثيره، ولكن ينفع للشجيرات. يبقى انا لو زرعت شجيرات وسمول تريز هتعمل لي شيدنج في الموقع وهتستهلك ميه اقل ومش هحتاج استهلاك الميه الكثيره دي. فطبعا كانت الديسيجن ان احنا نقلل الجراس اريا الموجوده على البيزمنت وعلى السقف دي بشكل كبير جدا، ونتجه للشجر اللي بيعمل كانوبيز اللي بيعمل ظل تحتيه عشان يعمل لي شيدنج عشان يقلل لي الهيت جين وفي نفس الوقت ما يستهلكش الميه اللي انا مش عايز استهلكها. في افكار طبعا كتير عشان اقلل الهيت جين، غير ان انا ازرع السطح واحط زرع واحط طبقات عزله واحط سويل واستخدم 70 ل 80 سم طبقات مختلفه، وغير الاريجيشن سيستم بتاعه ان انا استخدم مواد على السطح الاس ار اي بتاعها اللي هو السولار ريفليكتنس اندكس يكون 29 او اكتر، زي ما بنستخدم النهارده اللي هو الفاين اجريجيتس الحصوات الصغيره البيضه دي، ودي بتعكس الشمس وبتعمل ريفليكشن بتأدي نفس الدور بتاع الجراس من غير اي مينتيننس ومن غير اي استخدام للميه. الفيتشر الثانيه كانت هو السطح السكرين اللي قدام المبنى من الجهه الجنوبيه والمغطاه بالسولار بانلز علشان تعمل جنريشن رينيوبل انرجي. فكره طبعا جميله هتوفر لنا طاقه للمبنى. طيب جبنا شركه ثانيه متخصصه في حسابات الطاقه وابتدت تحسب لنا الموضوع هيتكلف كام وهينتج كام. نتعرف بسرعه على الكاتيجوري بتاعه الانرجي اند اتموسفير زي ما اتعرفنا على الكاتيجوري بتاعه الووتر افشنسي. الكاتيجوري بتاع الانرجي اند اتموسفير فيها نقط كتيره حوالي 9، ولكن دول اهم نقط اللي احنا اشتغلنا عليهم. اولا لازم توفر 10% سيفنج برضو ريكوايرد از ا بريكويزيت. لو المشروع اللي انت بتقدم فيه على الليد سيرتيفيكيشن مش موفر 10% بيتم رفض الكاتيجوري كلها من الاول. طيب الاوبتمايزيشن للانرجي بيرفورمانس تقدر تاخد بيه اب تو 18 بوينتس، تقدر تاخد 18 نقطه لو انت قدرت تعمل اوبتمايزيشن للانرجي بيرفورمانس، وده اللي احنا هنشوف ازاي هنقدر نعمله في المشروع ده. بعدين استخدام الرينيوبل انرجي برودكشن، لو انت غطيت الموقع كله رينيوبل انرجي سقف وحوائط وواجهات وسايت وكله تاخد كام؟ تاخد اب تو 3 بوينتس. شوفوا هنا الفرق الكبير جدا ما بين ان انا اشتغل باسفلي من غير ما ادفع ولا مليم اخد 18 نقطه، احط فلوس الدنيا اخد بيهم 3 نقط لو انا انتجت اكتر من 5%. في طبعا ان انا اشتري شهادات ار اي سي اللي هي رينوبل الكتريسيتي سيرتيفيكت، لو انت مش قادر تعمل عندك رينوبل انرجي سورس روح ادفع لامريكا فلوس هم يشغلوها از كوميونتي سيرفيس ويدوك ايه نقط up to 2 points. باي ذا واي انا نسيت اقول لكم في الاول ان هو اي ريتنج سيستم في العالم ومنهم الليد طبعا، في ناس كثيره بتنتقد ان هو حاجه كوميرشال وهو فعلا فيه الجزئيه دي، لكن زي ما برضه ما قلت هو في نقاط كثيره كويسه نقدر نقول 50 50. في
50% من البوينتس تقدر تكسبهم من غير ما تدفع فلوس، ويتحسن التصميم بتاع المبنى، وده اللي احنا لازم نشتغل عليه. بينما للأسف معظم المشاريع بتشتغل على 50% التانية، اللي هي عن طريق ان هم يشتروا شهادات ويجيبوا مواد غالية جدا. ولذلك المشروع ده انا لما قدمت فيه كان في مكاتب كبيرة مقدمة في نفس المشروع، وكان كل الاقتراحات بتاعتهم، وانا مكتبي كان صغير في الوقت ده من حوالي يمكن اكتر من 10 سنين، ولكن كل المكاتب الكبيرة اللي كانت مقدمة كانت بتتكلم على انهم يزودوا التكلفة بيزد على كل الريسيرش المعمول على الليد، يزودوا التكلفة من 10 ل 12% ويجيبوا شهادة سيلفر للمشروع. انا قدمت البروبوزال بتاعي ان انا هقلل التكلفة 5% واجيب جولدن. فطبعا الاونر بتاع المشروع جابني في انترفيو خاص وقال لي ازاي كل الناس مقدمه ان التكلفه هتزيد، وجايبين ادله وبتاع وابحاث ان التكلفه بتزيد، ازاي انت بتدعي ان التكلفه هتقل وتجيب شهاده اعلى منهم؟ فهمته نفس اللي بقوله لكم ده، ان هو انا عايز اكسب النقط اللي تحسن المشروع بتاعي من غير ما ادفع فلوس. المكاتب كلها بتشتغل، او معظمها انا اسف، بتشتغل على ان هو يشتري النقط، يجيب ازاز مستورد ابزوربد وتنتد ومش عارف ايه من امريكا، ويدفع في المتر كام $1000، وده يديله نقط لانه هيقلل الهيت جين. طب ما انا ممكن اقلله بان انا اعمل ري اورينتيشن للمبنى، بان انا اعمل ري اورينتيشن للاوبننج، ان انا استخدم مواد طبيعيه اند سو اون. الشركه الخاصه لحسابات الطاقه حسبت لنا ان لما نغطي الواجهه الجنوبيه مع جزء من السقف دول هينتجوا لنا 42 كيلو وات اور من كميه الطاقه المطلوبه في المبنى ده 1500 كيلو وات اور. يعني الانتاج الطاقه الرينيوبل هتبقى 2.8% من الطاقه المطلوبه للمبنى. 2.8% ده رقم صغير جدا للتكلفه اللي هتتحط في السولار بانلز دي. طبعا معظم المهندسين اللي معانا عارفين كويس ان انا لو عندي مثلا كمثال اي سي سبليت اي سي 2 طن، ده بيستهلك 5 كيلو وات اور، فال 42 كيلو وات اور طبعا ده nothing، لا شيء. طبعا من الوقت ده لغايه النهارده التكنولوجي بتاع السولار بانل زادت، الافكتيفنس بتاع الجنريشن بتاع كل يونت من السولار بانل زادت، يمكن ال 42 دي دلوقتي توصل مثلا 200 250، بس ستيل مش رقم كبير جدا يستحق التكلفه الماديه اللي قباله. انا اتذكر مقوله للملك فيصل عليه رحمه الله لما كانت الشركات الاجنبيه بتدعيه لان هو يعمل مصانع للرينوبل انرجي وللسولار بانلز وكده، فكان بيرفض، وكانت اجابته دايما ان هو احنا عندنا بترول، فكانوا بيقولوا له البترول ده هيخلص في يوم من الايام، هيخلص ما تقدرش تعتمد عليه، لازم يكون عندك سولار بانلز ولازم يكون عندك رينوبل انرجي. فكان بيجاوبهم اجابه حكيمه جدا، كان بيقول لهم لما البترول بتاعي يخلص هتكون التكنولوجي بتاعتكم رخصت. قارن تكلفه التكنولوجي النهارده بتاع السولار بانلز بتكلفتها من 10 سنه و 20 سنه. تكلفه بتقل بطريقه سريعه، والافشنسي بتاعتها بتبقى اعلى بكثير جدا. المشكلة الثانية كانت عندنا ان احنا نحط السولار بانلز على الواجهة الجنوبية في حاجة ثانية، في الناتشرال لايت والفيو. طبعا كلنا عارفين ان السولار بانلز الاوبيك اللي هي المعتمة هي اكثر او افضل سولار بانلز بتعمل انتاج للطاقة. الحاجات الجديدة اللي بنسمع عنها النهارده الترانسبيرنت والسيم فيلم والكلام ده كله انتاجيته للطاقة بتبقى ضعيفة وتكلفته اعلى. يعني المتر مربع من الترانسبيرنت سولار بانل ممكن الافشنسي بتاعته لا تتجاوز 10% ل 15%، بينما النهارده الاوبيك سولار بانلز بيوصل ل 40%. المشكله لما هنستعمل الاوبيك سولار بانلز المعتمه ده هيقلل لنا الناتشرال لايت اللي داخل المبنى والفيو، وطبعا وان اوف ذا كريدت، واحده من الكريدت المهمه في الليد، ان لازم يكون 75% at least من مسطح الفلور الادوار اللي عندي مضاءة طبيعيا بما لا يقل عن 270 لكس لكل متر مربع.
استخدمنا برامج زي الريديانس وحسبنا الناتشرال لايت بعد ما نحط السولار بانلز، لقينا ان ده مش متحقق للاسف، وان كميه الناتشرال لايت اللي داخله المبنى اقل من 75%، وبكده احنا بنخسر كاتيجوري كامله بتاعت من الاندور انفايرمنتال كواليتي اللي مختصه بالناتشرال لايت. شلنا السولار بانلز في السيميليشن بتاعنا وابتدينا نستبدله بحاجات مختلفه تانية في عاديه بس في سولوشنز، قدرنا نوصل للريكوايرد لايتنج ليفلز ولايتنج فيوز. ودي الصوره اللي بتبان السيميليشن هنا للنقط كلها في المبنى وازاي الناتشرال لايت واصل لاكثر من 83% من الفراغات بنسبه اكبر من 270 لاكس لكل متر مربع. برضو درسنا اللايتنج فيو ولقينا ان هو علشان يتحقق اللايتنج فيو للاوفيس بيلدينج دوت بالشكل المطلوب لازم نقلل السيل هايت اللي تحت الشبابيك اللي هي ارتفاعات الجلسات ل 75 سم بدل 90 سم زي ما كانت محطوطه في الديزاين الاول. صلحنا الكلام دوت في الديزاين واقنعنا المالك لانه كان مصر ان واجهه المبنى من الناحيه الجنوبيه على شارع 90 تعبر عن الهاي تكنولوجي الموجوده زي الكيرتن وولز والسولار بانلز. فاستخدمنا حاجه اسمها ديرو ميديا وول. الديرو ميديا وول دي حاجه تكلفتها قليله جدا ولكن بتعمل جنريشن للانرجي لنفسها، يعني بتوفر طاقه لنفسها بحيث ان هي ممكن تعمل اضاءات مختلفه بالالوان بالليل، تمتص طاقه في النهار وتطلعها في صوره اضواء والوان مختلفه بالليل تعمل شكل كويس في المبنى ولكن تكلفته قليله، وهو في النهار بيبقى ترانسبيرنت توتالي ترانسبيرنت زي السيم فيلم اسمه جرين بيكس. درسنا برضو الفتحات والاوبننج سايز والاوبننج ديتيلز وابتدينا نقترح وسائل سلبيه لتوفير الناتشرال لايت وان احنا نعمل بلوكينج للسولار راديشن، نقفل على السولار راديشن اللي جاي من الاتجاهات الجنوبيه والغربيه لان اسوأ واجهه في مصر للاسف هي الواجهه الغربيه والسعوديه كذلك، هي اللي بيبقى فيها اشعه الشمس مايله لدرجه تصل للافقيه اخر اليوم وبتبقى درجه حرارتها عاليه وبتاذي السبيسز جدا. فابتدينا نفكر في هوريزونتال شيدنج ديفايسز، ما نفعتش وحدها ادتنا اطوال كبيره 3 متر و2.5. ابتدينا نفكر في لوفرز راسيه وبعدين ابتدينا نعمل كومبينيشن ما بين الشيدنج ديفايسز الهوريزونتال واللوفرز الراسيه عشان تدينا النتيجه المطلوبه زي ما احنا شايفين في الصوره اللي تحت دي. كميات الاضاءه اللي داخله السبيس من الشبابيك بعد ما اتحطت اللوفرز والشيدنج ديفايسز حققت ال 270 لاكس المطلوبه بدون وحجبت اشعه الشمس المباشره وبالتالي قللت الهيت جين. اخر حاجه اخر نقطه نتكلم عليها في النقاط اللي تم تغيير الديزاين بتاعها هي الكورت يارد. الكورت يارد فكره جميله جدا ولكن للاسف معظم المعماريين برضو بيطبقوها من غير دراسات دقيقه، والكورت يارد لازم يتصمم في كل مكان بحسابات دقيقه للريشيو الابعاد وللهايت والدايمنشنز بتاعته وطريقه التصميم بتاعه. الكلام ده موجود في كتب كتيره زي كتاب للمهندس يحيى وزيري عن تصميم صحن المنزل، في طبعا الحسن فتحي، في كتب اجنبيه كتيره بتتكلم عن تصميم الكورت يارد. وفي ظاهره مشهوره اسمها الستاك افكت فينومينا، ودي ببساطه هي ظاهره صعود الهواء الساخن. فاحنا استفدنا من الظاهره دي ومن تصميم الكورت يارد ان حطينا الكورت يارد في الناحيه الشماليه وخلينا الطول بتاعه في الاتجاه الشرق غرب والويث او العرض بتاعه في اتجاه الشمال جنوب. ولما عملنا دراسات بالسوفت وير اسمه الايكوتكت اوتو ديسك ايكوتكت والديزاين بيلدر طبعا كلكم عارفينه، طلعنا الريشيز المطلوبه في المكان ده اللي هو 1:2:1.4، طبقناها واستخدمنا الزيرو ميديا وول اللي ورا، خلينا بينها وبين الفتحات 60 سنتي بحيث ان هي تعمل ترابنج للهيت في النص. طب انا هعمل ترابنج للهيت عندي في المبنى بتاعي هيفيدني في ايه؟ هيفيدني كتير جدا علشان ظاهره تصاعد الهواء الساخن دوت.
زي ما هنشوف مع بعض في الانيميشن ده، انا لما عندي الشمس اشعه الشمس تسقط على الزيرو ميديا وول دي خلال النهار، بتسخن الهواء اللي بين الزيرو ميديا وول والشبابيك الرئيسيه، فالهواء الساخن بيطلع لفوق بسرعه وبيضطر يسحب هواء مكانه من خلال الادوار المختلفه، وبالتالي الادوار المختلفه بتضطر تسحب هواء من الكورت يارد اللي هو متصمم انه يبدا من بيزمنت نمبر 1، فعنده كولد اير. ولكن دايما انا بقول ان انا اصمم كورت يارد كويس واحط فيه فيجيتيشن واحط فيه ووتر بوديز او اللي بيسموه النهارده بلو سبيس، ويوفر لي درجات حراره منخفضه، ده سهل على فكره، سهل جدا. الصعب هو ازاي اخلي الهواء دوت يدخل جوه المبنى. انا مش هقف جوه المبنى واطلب من هو اقول له لو سمحت ادخل، هيدخل. الصعوبه في التصميم هنا ان المهندس لازم يعتمد على بعض الفيزيكس اناليسيز زي حسابات الضغط علشان يوفر ضغط منخفض جوه المبنى يضطر يسحب بيه الضغط المرتفع اللي موجود في الكورتيارد، لان كلنا عارفين ان الهواء البارد بيتحرك من الضغط العالي للضغط المنخفض. علاقه الضغط بدرجه الحراره هي علاقه عكسيه، فانا لما اخلي الجهه الجنوبيه من المبنى درجه حرارتها عاليه ما بين الحيطين، ده هيوفر لي او هيولد لي ضغط منخفض شديد. الضغط المنخفض ده هيسحب الهواء الساخن من الضغط المرتفع الموجود في الكورتيارد. ده معظم الاستراتيجيات اللي اتطبقت على المبنى في الاخر، ولما حسبنا بالسيميليشن تاثير استخدام الطاقه للمبنى قبل وبعد، عندك في الشكلين دول، الشكل اللي فوق الباسيف هيت جين بريك داون وتحت الباسيف هيت بريك داون بعد تطبيق الاستراتيجيات المختلفه، واكيد واضح جدا شايف اللون الاحمر هنا بيقل كتير والاصفر والازرق كله بيقل، كل انواع الطاقه المستخدمه في المبنى والالكتريسيتي قلت بشكل كبير. حققت لنا 33 نقطه في الانرجي افشنسي، كسبت 33 نقطه بس بالاوبتمايزيشن وبالباسيف سوليوشنز. كان عندي باقي، انت لو هتاخد سيرتيفايد يعني بقي لك 7 نقط وتبقى 40 نقطه وتبقى سيرتيفايد. هنا برضو ده اناليسيز لدرجات الحراره، الخط المنقط الاحمر ده درجات الحراره الداخليه قبل تطبيق الاستراتيجيات السلبيه، الخط الكونستانت هو بعد تطبيق الاستراتيجيات السلبيه. واضح جدا ان الديورنال افريج اللي هو فرق درجات الحراره ما بين النهار والليل قل جدا، وده في حد ذاته بيوفر راحه حراريه للمستعملين داخل المبنى بشكل كبير، لان هامفرز ونيكول من اكبر العلماء اللي اشتغلوا على الراحه الحراريه لجسم الانسان، بيقولوا ان اكبر مشكله تواجه الانسان داخل المبنى لو فرق درجات الحراره ما بين رجليه وراسه زاد عن درجتين. برضو الديورن الافريج هنلاقي عندنا في القاهره مثلا درجة الحرارة في الصيف في النهار ممكن تبقى حاجة و40 وفي الليل توصل 20، يعني 20 درجة، 20 درجة دي مأساة. دي وحدها كفيلة بإنها يبقى الثيرمال برفورمانس على المبنى وحش جدا. لو قدرت أقلل الديورنال افريج ده، فرق درجات الحرارة ما بين اليوم والليل، النهار والليل، وما بين منطقة القدمين ومنطقة الرأس للإنسان، بيوفر راحة حرارية كبيرة جدا. To conclude، ملخص المحاضرة واللي أنا عايز أقوله في المحاضرة، إن جرين أركتكتشر أو العمارة الخضراء أو المباني الخضراء عمرها ما كانت لون، إز نوت أ جرين كلر، ولا إن هي تفكير في رينيوبل إنرجي مصادر طاقة متجددة، ولا هي استخدام فقط للأدفانس تكنولوجي، ولكنها في الحقيقة هي طريقة تفكير، It's a way of thinking and more، It's a way of life، هي طريقة حياة. تبدأ من التصميم from scratch وتنتهي by the way باستعمال المبنى نفسه. أشكركم شكرا جزيلا على استماعكم، وياريت تكون المحاضرة عجبتكم ونكون استفدنا منها، وأنا مستعد لأي سؤال. جزاكم الله خيرا، ألف شكر أستاذنا. ياريت لو أحد عنده سؤال يكتبه بس في الشات. في سؤال بيقول هل تم الحصول على نقاط في الترانسبورتيشن؟ هنا ده كان بري سيرتيفيكيشن للكورنشيل للمبنى.
الترانسبورتيشن بتبقى في الليد للنيبرهود ديزاين وللكامبس ديزاين، مش في الكورن شيل. الكورن شيل بس كل النقاط بتاعته بتبقى على المبنى نفسه وعلى الكور بتاعه وعلى المنشأ، بداية من الإنشاء وطريقة الإنشاء والكونستراكشنز والويست مانجمنت، ونهاية بإنشاء المبنى نفسه. تمام، في سؤال يريد لنا نعرف الفرق بين الجرين والسمارت. الفرق برضو في، يعني اشكركم على السؤال ده، السؤال ده لان في ناس كتيره بتخلط ما بين الجرين اركتكتشر والسمارت اركتكتشر. الجرين اركتكتشر اتس توتالي اندر ذا اركتكت كنترول، ده التخصص المعماري بالدرجه الاولى. السمارت اركتكتشر بتدخل فيه التخصصات اللي ليها علاقه بالالكتريسيتي والميكانيكال، والسمارت يعني اكتر ان انا استخدم انظمه طاقه وانظمه اضاءه ذكيه، بمعنى ان دلوقتي بينزل ابلكيشن على الموبايل واقدر اتحكم في الاضاءه من الموبايل بتاعي حتى وانا في الشغل، واقدر اشغل الاير كونديشننج سيستم قبل ما اروح المبنى بربع ساعه او بنص ساعه، اقدر اعمل دوائر كهربيه وسنسورز علشان تحس بالانسان وهو داخل، زي ما بنشوف النهارده في المباني العامه لما تدخل الدبليو سي النور ينور، لما تطلع النور يطفى، كل دوت سمارت. حلول معتمده على الميكانيزم، على الالكتريسيتي، على الدوائر الكهربائيه. لكن الجرين اركتكتشر في الاصل هو نظام شامل للمبنى اللي بيقلل الضرر على البيئه وعلى الانسان. في سؤال تاني، هل هناك نقط الماتيريال والاندور كواليتي؟ معلش قول السؤال تاني. هل في نقط على الماتيريال والاندور كواليتي؟ طبعا الاندور انفيرمنتال كواليتي كاتيجوري لوحدها عليها 16 نقطه، وبتتكلم على اللايتنج بيرفورمانس وعلى الثيرمال بيرفورمانس وعلى المواد المستخدمه. وانا عايز انبه على نقطه مهمه جدا هنا، كل نقطه، لان هو كومبريهنسيف ديزاين ابروتش، كل نقطه مش بتاثر عليها على نفسها فقط، بل بتاثر على نقاط تانيه كتيره في النظام التقييم. يعني لما استخدم ماتيريال الثيرمال بيرفورمانس بتاعها عالي، فانا هاخد نقط على استخدام المواد المحليه وارجع اخد نقط لان هي دي هتخدمني في الانرجي كونسامبشن. طيب، في سؤال، ما هو تسلسل الدول العربيه في تطبيق الدليل الاخضر اللي هو الجرين بيلدينج، وهل هناك دعم دولي للتطبيق في الدول العربيه، كما ما هي اهداف التنميه المستدامه؟ طيب دول تلات أسئلة ببعض. هنقول ما هو تسلسل الدول العربية في تطبيق الليد الأخضر. يعني مصر كانت بدأت في عملت حاجة اسمها ترشيد قريب، وكان في قبل ترشيد اللي هو الجي بي ار اس اللي هو الجرين بيراميد ريتنج سيستم، لكن للأسف تطبيقهم لغاية النهاردة محدود جدا. الإمارات صراحة هي ليها حاليا السبق من ساعة ما عملت بيرل 1 وبيرل 2 استدامة، طبقوه على تقريبا دلوقتي 500 مبنى في الامارات. الجي ساس كانت بعد الامارات وابتدوا يطبقوه على مباني كثيره وخاصه ريزيدنشال. وعلى فكره الجي ساس في قطر مستخدمينه بطريقه محليه ممتازه جدا، وبيقيموا مش زي الليد مره واحده في الاخر، لا بيقيموا على المراحل المختلفه، فبيبقى كمان بيساعدوا المصمم ان هو يحسن من الاداء البيئي للمبنى بتاعه ستيب باي ستيب. هل هناك دعم دولي للتطبيق في الدول العربية؟ طبعا كل الريتنج سيستم في العالم بتعتمد على الانسنتيفز. يعني في مصر مثلا اللي ياخد ترشيد او جي بي ار اس بيعفى من الضرائب 3 سنين، وهكذا في الامارات وفي قطر بيبقى في دايما انسنتيفز للي يشتغل بالجرين ريتنج سيستم. ما هي اهداف التنميه المستدامه؟ التنميه المستدامه ده الامبريلا الكبيره جدا لكل حاجه. النهارده بنقدر نشتغل التنميه المستدامه ليها 3 مين بيلرز، واحد هو السوشيال بيلر، والثاني هو الايكونوميكال بيلر، والثالث هو الانفايرمنتال بيلر. اللي بيقدر يطبق الثلاث اهداف دول اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا بيحقق التنميه المستدامه. والنهارده التنميه المستدامه بتدخل في كل المجالات، في الاقتصاد وفي الزراعه وفي التجاره وفي المباني، في كل المجالات. طيب، في سؤال للمهندس الانشائي، هل ليه دور في موضوع الجرين بيلدينج او المباني الخضراء؟ انا زي ما قلت في الاول، المشروع الناجح معماريا وانشائيا وناجح بيئيا لازم بيحقق النهارده، عشان كده عملوها نقطه اساسيه از بري ريكويزيت اللي هي الكومبريهنسيف ديزاين ابروتش او الانتجريتيف ديزاين بروسيس. لازم كل الستيك هولدر انكلودنج السيفل انجينير
والاركتكت والالكتريكال انجينير والميكانيكال من اول يوم يقعدوا مع بعض، لان بالتاكيد كل واحد عنده افكار مختلفه لتحقيق الغرض باقل تكلفه. وزي ما بنعرف الانوفيشن اللي هو تحقيق الهدف بتكلفه اقل ومجهود اقل. فانا لما اقعد مع السيفل انجينير ممكن بيقترح عليا نظام انشائي يوفر لي ماتيريال، يوفر لي ويت للمبنى، يديني زي مثلا جرين كونكريت النهارده، او استخدام البوزلانه في الكونكريت في السعوديه، او استخدام الحجر الخفاف. كل دي حاجات ممكن المهندس الانشائي هو اللي يقترحها وتفيدني جدا في الليد. طيب، في سؤال: معايير اختيار مواد البناء. المعايير دي كتيرة جدا جدا، على رأسها الثيرمال بيرفورمانس، وحاجة اسمها اليو فاليو اللي هي الترانسميتنس فاليو للمواد، خاصة لو بنتكلم على الحوائط الخارجية والمواد المستخدمة فيها. طبعا احنا ازاي لو طبقنا الثلاث معايير اللي هم بتوع الاستدامة، الايكونوميكال المادة المفروض تبقى رخيصة، السوشيال لازم تكون محلية عشان ما ادفعش ترانسبورتيشن وما استوردهاش وعشان شغل فيها عمالة البلد بتاعتي، وانفايرومنتالي لازم تكون بتتعامل مع اللايت والثيرمال بطريقه فعاله. كل ماتيريال النهارده ليها سبيسيفيكيشن بتبقى منشوره مع الماتيريال لما بتيجي تشتريها من مصنع او المورد بتاعها، وبيديك كل القيم ديت بتاع الماتيريال، وكل القيم دي بتبقى معبره هي هتوفر قد ايه طاقه وهتفيد المبنى بتاعي ثيرمالي ازاي. جزاكم الله خير دكتور استاذنا فاضل، استفدنا كتير جدا من المحاضره، وألف شكر لحضرتك. الله يكرمك. عندي سؤال، معلش أنا تفضل. الله يبارك سعادتك يا دكتور، الله يبارك سعادتك. أولا بالنسبة لشهادة الليد، بالنسبة للمباني، أيوه، برسنتج وايز بتاعت كل تخصص، يعني كنسب بالنسبة للفينيشنج، بالنسبة لللايتنج، بالنسبة للميكانيكال وورك، للأوبريشنال، للديزاين، للكونستراكشنز، النسب ديت ثابتة ولا متغيرة على حسب ايه بالظبط؟ شكرا جزيلا يا دكتور ابراهيم على السؤال ده، سؤال ممتاز، وهو يمكن ده كان هدف من اهداف المحاضرة. ان انا يعني في مباني كتيرة جدا بتعتمد اعتماد كامل على الالكتريكال والميكانيكال انجينير، اي تصميم معماري وخلاص، وبعدين الميكانيكال والالكتريكال انجينير هم اللي بيشتغلوا على الهاي تكنولوجي والهاي تك ماتيريال والنظام بتاع الاير كونديشننج سيستم والنظام بتاع الهيتنج والكولينج والحاجات دي والكهرباء والسمارت سولوشن، وياخدوا بيها النقط اللي هي زي ما قلنا النقط اللي هي بتتكلف فلوس وتدي نقط للمشروع. بينما النقط الثانيه اللي هي تعتبر 50-50 معتمده على المهندسين المبنى اللي هو المعماري والانشائي، اللي يقدروا من خلال الحلول السلبيه من غير استخدام الالكتروميكانيكال مينز ان هم برضو ياخدوا بوينتس كتيره جدا. فكل مشروع بيتوقف على التيم اللي شغال فيه والابروتش اللي الاونر والمين كونسلتنت عايز يمشي فيه. هو عايز يمشي في طريق انا بعتبره صعب شويه، ان انا افضل افكر في حلول سليمه وحلول سلبيه علشان واعمل سيميليشن واعمل ستاديز وادرس الكلايمت وادرس الموقع عشان اطلع حلول مظبوطه تقدر تعمل اوبتمايزيشن للانرجي بيرفورمانس، او عايزين ياخدوا الطريق السهل ومعاهم فلوس وهيدفعوها وتخلص القضية على كده، ونروح نشتري شوية شهادات ونروح نحط شوية ماتيريال غالية وتنتهي القصة. فهنا بيتوقف الموضوع على الأونر وعلى التيم نفسه في الدايركشن فيه. لو الموضوع مش صح المفروض نستفيد من كل التخصصات والويت بتاع كل الانجينيرز يبقى شبه متساوي. طبعا أنا متحيز لنفسي كمعماري وأنا آسف على كده، عايز أقول إن دايما لو الموضوع مش صح دور المعماري هنا بيبقى أكبر، لأن أنا كمعماري من اول الكونسبشوال ايدي انا اقدر اخد لغايه 50 نقطه. سعادتك برضو من ضمن اهداف يعني احد قطاعات الامم المتحده في التنميه المستدامه، وده قطاع مهم جدا، ويعني الابلكيشن بتاعته تنطبق على مجال سعادتك وعلى كل المجالات الهندسيه بتاعتنا في مجالنا طبعا. بس طبعا يعني طبعا التنميه المستدامه تعتبر رقم واحد في مجال العماره او في تخصص العماره، بالإضافة إن التنمية المستدامة في كل التخصصات اللي معانا طبعا ككهرباء وميكانيكا، خصوص الليد والابلكيشن بتاعتها، إن أنا عاوز أقلل كل ما هو يعني يضر البشر أو يضر المبنى، وإن أنا أشوف المنافع اللي تكون يعني جلبة
بشر اكتر. تم بيته وهكذا يعني. الموضوع الثقافه بتاعت التنميه المستدامه بدات تنتشر في السعوديه بشكل كبير، وانا برضو عضو فيها في التنميه المستدامه هنا تبع الامم أهلا المتحده. بحضرتك يا دكتور إبراهيم. الله يبارك سعد. فالريدي يعني الناس بدات فعلا فوكس على الكلام ده، واغلب المشاريع دلوقتي في السعوديه، لان طبعا في السعوديه بدات تشتغل تدي المباني شهادات الليد، ويعني أيوه كل فوكس عليها بشكل مش طبيعي. وده السبب ان يعني التيم اللي بيجي بقى عشان يقيم المبنى ويقيم كل الفيزز بتاعتنا كلها من اول الديزاين لحد الاوبريشنال، بياخدها فيز فيز، ما شاء الله بياخد له وقت طويل، عاش له اكثر من شهرين ثلاثه على حاجه. طبعا فطبعا طبعا على حسب بقى السكور اللي بياخده، ولو في حاجه ممكن ياخد فتره سماحيه يعدل عشان بدل ما يخسر الشهاده. تمام. هل انت بتعمله انا برضه؟ اتفضل. فندم. يعني انا شخصيا دايما من ساعه ما اشتغلت في المجال دوت من زمان، وانا كنت بدعو دعوه يمكن تكون يعني غريبه شويه، ولكن كنت دايما بدعو ان احنا نستخدم الليد، ان احنا نصمم بيه المبنى كجايد، ولكن ما ناخدش الشهاده. وقدرت ان انا يعني مع بعض الزملاء نقنع ناس كتيره تعمل كده، زي الدكتور سمير عباس هنا في مستشفى سمير عباس. عملنا المبنى كله وصممناه بيزد على الكريدتس ديت، بس ما قدمناش على الشهاده. المجمع الجامعه بتاعت الملك عبد العزيز، الفروع الجديده اللي في رابغ وخليص والكامل، برضو عملنا فيها نفس الابروتش، عملنا فيها كل الاعتبارات وما قدمناش على الشهاده. وكان دايما تفكيري ان انا استفيد بالعلم ده، بس مش لازم اقعد ادفع، ادفع لهم فلوس كتيره للسيرتيفيكيشن، بينما هستنى لما يبقى في شهاده محليه زي النهارده في مستدام، واخدها واستفيد بيها لوكالي، ان يبقى عندي خصم لو في ضرائب، يبقى عندي انسنتيفز من الدوله وهكذا. لان مفهوم. للاسف الوقت بس النهارده ما كانش طويل، لكن في كريدت كتيره في الليد لو اتكلمنا عليها ما تنفعش معانا ولازم تمام نستبدلها. بإذن الله، يبقى لنا لقاءات تانية بإذن الله، وإن شاء الله ناخد الموضوع بالتفصيل كده بإذن الله. الله يكرمك شكرا ويبارك لك يا فيك. دكتور، ألف وشكرا حضرتك. لك يا باشمهندس، جزاكم الله ألف في خير. الله الله يكرمك. يكرمك.